هي التيار البروتستانتي نشأ فيه في داخله اللي هو التيار اللي خرج اعتراضا على بعض تعاليم الكنيسه الكاثوليكيه. هذا التيار مع فتره في اول القرن 19 بدأ يظهر في داخله تيار يهودي يدعي ان النبوءات الالفيه اللي موجوده في الكتاب المقدس لن تتحقق الا اذا قامت دوله اسرائيل في فلسطين، وهذه ويكون لهم هيكل ومحمي وقوي، والمسيح هينزل على هذا المكان ويحارب قوى الشر وياخذ المؤمنين ويصعدهم الى السماء. عشان ما نخرجش بس نتكلم يعني عن الحجر الفكري ومشكله الاخت كاميليا. ما انا هدي الفكره. التيار ده قدر يتغلغل داخل الشعب المسيحي وداخل الكنيسه وغيرها زي ما قلت لك، اللاهوتين بيعترفوا بكده وبدا يحصل نغمه جديده. يعني احنا انت الان بتحارب، انت الان تبحث عن اصاله الكنيسه المصريه لا تجدها، انت لا تجد، بتجد البكلام بكلام بلسان صهيوني مسيحي، اللي الافعال صهيونيه مسيحيه، الشوق الشديد الى الانفصال، الهتافات يعني معذره في حادث وفاه قسنطين كان الناس بيهتفوا في الكاتدرائيه اضرب اضرب يا شارون. يعني تخيل بالك مثلا اسرائيل، انا يعني الموقع بتاعي بيجي لي منه رسائل ان اسرائيل شعب الله المختار وبكره تديكوا فوق دماغكم يا مسلمين. فقصدي اقول لحضرتك نتيجه التغيير قدر يعني اليهود نجحوا او الصهيونيه المسيحيه نجحت ان هي تقدر تغير تغزو الشعب المسيحي المصري في اغلبه، او على الاقل الوجهه الاعلاميه والناطقه له. اللي حدث في لذلك ايه؟ طول عمر مصر بيدخلها الاسلام، المسيحيين بيدخلوا الاسلام فيها، والناس لا يجدوا حرج في ذلك. وزي ما احنا بنقول ان مش في فرد هيزود الاسلام، الفرد هينقذ المسيحيه، القضيه قضيه حريه وقضيه اعتقاد. لكن اصبح الان لاقل سبب في هناك شحن، في شحن ضد الشعب المصري. نعم. اللي هو المسيحي ومسلم، فاصبح في شعب بين المسلمين والمسيحيين، المسيحيين عندهم كميه شديده من الشحن نتيجه الواقع اللي احنا بنتكلم عليه، فضائيات تحريضيه، مواقع انترنت تحريضيه، جبهات اعلاميه تحريضيه على المسلمين، حتى سمعنا بعض الناس بيقول لك طرد العرب وطرد الجزاة وإعادة مصر تاني، يعني عايز يرجع بعقارب سنة 1400 سنة يعني، والناس اللي اتولدت يرجعوا بطون أهليهم تاني، والمساجد اللي بني خلاص كل ده ينتهد. يعني إزاي أقدر أتواصل مع الآخر في حوار مفتوح وحوار صريح لا تنقصه الصراحة والشفافية والفكرة. هي الفكرة كلها إن إحنا نعرف إزاي نقدر نتواصل مع الآخر، ازاي يكون في حوار ديني مفتوح صحيح. هجاوب على نقطتك بس معلش اديني نقطه بس اتكلم على عشان ابقى جاوبت الاخ ورد قضيه الاخت كاميليا. نعم. الاخت كاميليا واحنا يعني عندنا نشرنا الوثائق كلها على الموقع بتاعنا. الاخت كاميليا زوجة قس، انسانه مثقفه، بكالوريوس علوم، انسانه يعني عاقله، وبدات تبحث وتقرا، وده شيء طبيعي جدا في الواقع السماوات اللي احنا بنتكلم فيها. نعم. انت في عندك ناس تنصروا، محمد حجازي، نجلاء الامام، محمد رحومه، معتصم الجوهري، ناس كتير تنصروا، وبقول ده نتيجه بحث. يعني طب ما الطبيعي انك تجد ناس اسلموا نتيجه بحث، والمسلمين ما خرجوش مظاهرات، يعني شر ازاحه الله عنا. نعم. اللي عايز يروح يروح يعني. لكن تجد ان هذه المراه من سنه ونص تقريبا اهتدت الى ان الاسلام الحق واعتنقت الاسلام. ماذا حدث؟ سرا، لانها تعلم الواقع المشحون وكم العصبيه والحقد اللي موجود، فسرا بدات مناعة عندها ابنها كان عنده 6 شهور بدات تفطمه عن الرضاعه، استعدادا ان هي تتركه في اي وقت، ويعني وتعوده انه يشرب كده حليب مجفف بماء، وبدات حتى ما تحاولش الولد يلتصق بها نتيجه ان هي هتترك البيت في اي وقت وعايزه تعيش تمارس شعائرها بمطلق الحريه، بدل ما بتصوم سرا او بتصلي سرا او هكذا، او بتجبر ان هي مثلا ما ترتديش الحجاب الشرعي بضوابطه الشرعيه. بعد سنه ونص كان خلاص هي رمضان داخل، وهي المراه دي خلاص هي تذوب شوقا الى الحج، نفسها تروح عمره، تذوب شوقا الى العمره. فكان وده برضو مثال يعني هقارن لك بين المسلمين والمتنصرين، يعني اللي دخلوا الاسلام والذين ايه تنصروا، يعني في الواقع بتاعنا اللي احنا عايشينه يعني. وزي ما قلت لك ده واقع مفتوح محدش يقدر ينكره، محدش يقدر يقول انه مش موجود يعني، والتعامي عليه نوع من انواع حرف دينه، والتعامي عليه يعني كنا نغفله ولا نتحدث عنه، ده نوع من انواع حرف اختيار دينه كمان. فكان زوجها بيشيل كميه من الفلوس باسمها. نعم. بحسابها الشخصي، فهي راحت رايحه سحبه الفلوس بكل، وراحت حاطاها في ظرف على السرير، خلعت كل الذهب اللي جوزها جابه لها حطيته، كانت مدخره من مالها الشخص 2000 جنيه وخدتهم وراحت خرجت عشان ايه؟ تنشر اسلام.
لما راحت للشيخ بتقول له انا عايز اشهد اسلامي وانا كده، فبتقول لها معايا 2000 جنيه، فقال لها بتوعك ولا بتوع جوزك؟ قالت له بتوعي والله من مال شخصي. قال لها لو كان بتوع جوزك كان اقول لك اما اسلامك فقبلناه واما غدرتك فرد عليك رجع المال لزوجك. فشوف الاخلاقيات، يعني هي خرجت من ابتداء الامانه متجذره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال. نعم. ابتداء يعني. وخرجت وراحت عشان تشهد اسلامها. بدا يتحرك التيار اللي احنا قلنا عليه، التيار اللي تم اختراقه من قبل الصهيونيه المسيحيه، وبدا يفجر مظاهرات ويشعل الدنيا. انا شفت في التلفزيون واحد شايل بلطه، واحد شايل هلب بتاع المركب وبيصوتوا وبيصرخوا ولازم تيجي. فطبعا دي ظاهره غريبه على مجتمعنا، مجتمعنا لا يعرفها. نعم. يعني مجتمعنا لا يعرفها. احنا اصلا قبل كده مثلا ابراهيم خليل فلوبوس اللي كان سكرتير مجمع سنوتس البرسنتي وكان من كبار القساوسه في مصر، وكان بيطلع في سيره الامير الكريم يقول احاديث بعد ما اسلم ولم يعكر. نعم. شيء يعني، لكن ظاهره غريبه. وبعدين فوق جه الحجر بقى اللي احنا بنتكلم عليه، اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي انا بقول لك ان في طواف لا زالت تمارس الحجر، وتم تسخير وتم اشعال الموقف وتم الضغط على الاجهزه في الدوله وتم القبض على على المراه المسلمه بعد ما راحت الازهر ولم يشهر اسلامها، وتم القبض عليها وتم تسليمها الى الكنيسه واخذت والقيت في الدير خارج الرقابه، خارج القانون، خارج الـ 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 يعني خارج المجتمع البشري. وفوجئنا مره واحده باخبار بتنهال علينا اخره من امبارح ان بتعالج بحبوب الهلوسه والجلسات الكهربائيه. طب اسمح لي ان اقطعك عشان معايا اتصال مهم. اتفضل. اخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كان ليا تعليق على موضوع اختنا كاميليا شحاته، ربنا ان شاء الله عز وجل يفك اسرها. التجاهل الاعلامي الصارخ لهذا الموضوع في حين لما خرجت واحده مثلا زي نجلاء الامام وتنصرت، وجدناها تخرج على الفضائيات وتتكلم ولم يعترض احد على هذا الكلام. لماذا عندما تسلم امراه وليست هذه هي الحاله الاولى، سبقتها حالات وفاء قسطنطين واختنا ماريا عبد الله عبير وياسمين وكريستين، لماذا حينما يعني هل وصلنا اليه؟ مش عارف اقول ما هذا الهوان الذي وصلنا اليه؟ اختنا اسلمت بمحض ارادتها وراحت تشهر اسلامها في الازهر، لماذا تختفي باي حق تاخذها الكنيسه وتخفيها عندها؟ يعني ما السلطه، ما القانون الذي يعزى اليه حتى يخرج كاهن كالانبا غابيوس ويقول ان تم عمل غسيل مخ لها وسيتم عمل غسل للمغسول ودلوقتي هي محتجزه عندنا في برعايه الكنيسه؟ يعني لاي سلطه الكنيسه تاخذ واحده حتى لو كانت مسيحيه؟ نعم. بنشكرك يا اخ محمود. طب هو انا بس ليه تعليق على كلمه غسيل مخ؟ انا بس عايز اقول حاجه، انا احنا هنا لا نثير قضايا او نثير مشكله بعينها، ولكن نعم. من الواضح انه هناك بالفعل مشكلة لا 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 نقدر ان نخفيها يعني، واحنا ولكن اسمح لي، انا عايز اقول يعني والله هي في حريات، كل واحد حر في اختيار دينه، ده اللي انا عايز اقوله وعايز اوصل. ولكن اخ محمود، هو في هناك قوى خارجية انا لا اعلمها ولا انت تعلمها؟ لا انا اعلمها. تمام. لا انت تعلمها، ما فيش حد يعلمها، ولكن كل همها هو زعزعة الوحدة الوطنية في مصر، وكلها ما هو تدمير مصر. تخيل حضرتك يا استاذ محمد، مثلا انا كمسلم ليا جار مسيحي، يعني وانا خارج صباح الخير صباح النور، عايشين طول عمرنا بنتعامل مع بعض وعايشين طول عمرنا. يعني انا اذكر ان انا من اول المرحله ابتدائيه لحد نهايتها كان اعز اصدقائي، يعني كان صديق مسيحي، لم يكن لي صديق مثله. لكن الان انا لما بشوف مش كده ليه اللي لان حصل؟ انا ممكن اكون شفت صديقي ده في مظاهره بيطالب بتسليم كاميليا، يعني صديقي الحبيب اللي احنا او الحميم اللي احنا قعدنا مع بعض. ليه بقى؟ لان هناك بعض الافراد الخارجيين المتطرفين في افكارهم ومعتقداتهم، يعني مثلا اقول لحضرتك مأجورين. تمام، هي الفكره. والمشكله مش في هم مأجورين، لكن المشكله هم نجحوا في غزو المجتمع او المجتمع المسيحي. يعني انا لما اشوف صديقي اللي انا متربي معاه وكنا بننام مع بعض وبناكل مع بعض، لما اشوفه واقف في مظاهره بيطالب بتسليم كاميليا اللي انا بعتبرها اختي ليه اكثر من اخوه النسب، اخوه الدين، هو برضو بنص شرعي. هو برضه في لما يا استاذ محمد، لما انا اشوفه في مظاهره بيطالب بتسليم كاميليا، طب انا خلاص هقطع علاقتي بيه، هو ويكون في شيء في نفسي. في نقطتين بس انا عايز اتكلم عليهم. نقطه اختطاف كاميليا، ما حدش خطف كاميليا،
تمام، وكلنا يعلم هذا. لا انا اقصد اختطافها في الجانب الاخر. آه. اختطفت في يعني انا اقول ان الكنيسه اختطفتها في الاول لما حبت تشهر اسلامها. آه. النقطه الثانيه الامن لما اخذ كاميليا وسلمها هو يعلم تماما ان هناك هتحصل مشكله وهيحصل اثاره فتنه، فالامن بيحجم هذه القضيه، خلاص خدوها تمام. هو الامن يعني هي الناس فاهمه دور، انا ما بدافعش عن الناس، فاهمه دور الامن غلط. هو بيسلمها، هو مش عايز، لان هو يعلم جيدا الامن المصري ان هناك قوى خارجيه تريد ان تزعزع الامن المصري، وايضا اثاره الفتن داخل مصر. هل هذا حل؟ يعني انا اسال هل هذا حل؟ ولكن احنا يعني انا اقول لحضرتك حاجه، لما المسلمين احنا عندك مثلا في احنا في مصر 80 مليون، هنفترض ان المسلمين والنصارى والبهائيين كل الطائف دي تعمل 10 مليون، وده رقم يعني معهد بيقول قايل للمسيحيين في مصر 4 مليون ونص، لسه الكلام ده من 3 شهور يعني. هنفترض، هل من الصحيح انك توغل صدر الغالبيه المسلمه اللي هي اكثر من 95% من الشعب على اقليه ضعيفه لن تصمد في اي فتنه تحدث، توغل صدر الناس؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع اتصالات فرضت علينا الحديث في قضية كاميليا، صح؟ نعم. فرضت علينا الناس لن تسكت، الناس دي قضية شرعية. طب قضية نكمل اجتماعية. نكمل طيب الحديث. نكمل. أنا عايز أقول لحضرتك الفكرة بقى في إيه؟ إن الفتنة اللي بتحدث في المجتمع واللي هدفها تفتيت المجتمع فعلا وعدم وجود وحدة، يعني مثلا تيجي تاخد حرب، أنت لا يمكن تاخد حرب وجبتك الداخلية مفككة. لا يمكن السادات لما حب ياخد حرب خرج المعتقلين وتصالح مع القوى السياسيه الموجوده، لا يمكن تاخد حرب وانت تعلم ان في زارك شوك او خنجر. نعم. فبالتالي لما يحدث الفتنه دي تحدث في مصر، ده معنى كده انك اضعفت البلد، لا يمكن البلد تخوض اي مواجهه خارجيه سياسيه او عسكريه، لا يمكن يكون موقفها قوي في اي حاجه، انت الشعب منقسم على نفسه. فانا اقصد ان اللي حدث ده اختراق، ونتيجه السماوات المفتوحه انت لا يمكن تحجر على ناس، اصل كاميليا دي اسلمت وستظل مسلمة، هي أفاق قسطنطين أسلمت وظلت مسلمة إلى الآن، ولو كانت تراجعت كانوا أخرجوها، وكاميليا لو تراجعت أخرجوها. فأنا عايز أقول لك بكرة هتسلم واحدة تانية وثالثة ورابعة، وكل ما واحدة تسلم هتعمل مظاهرات في الآخر النهاية يعني. أنا عن نفسي لما دخلت على بعض المواقع المسيحية لقيت المسيحيين تسلم متضجرين. يعني كل الناس بيقولوا لا لو أسلمت مش عايزينها. طب عايزين بقى نبعث رسائل لشبابنا وأبنائنا المسلمين وغير المسلمين، يعني رسائل ترسيخ لمعتقداتهم الإيمانية الدينية الصحيحة، وإزاي نقدر نتحاور مع الآخر، وإزاي يقدر يبقى هناك حوار ما بين دين مسلم ودين مسيحي. إحنا ننظر إزاي نقدر نتلاقى. إحنا مش إزاي نقدر، إحنا بقالنا 1400 سنة قادرين يعني لكن نسأل السؤال الصحيح، ما الذي حدث لنا؟ إيه اللي غيرنا؟ إحنا بقى 1400 سنة واحنا موجودين، الناس بتدخل الاسلام. يا هقول لك حاجه، كان في ناس متنصرين في القرن 19 من مصر، هل سمعت عنهم؟ لا ما سمعتش عنهم. يعني الناس تنصروا وخلاص، معروفين باسمائهم فلان وفلان وفلان، تنصروا ولم يثيروا مثل هذه الزوابع. يعني مثلا لما تجد يعني اضرب مثال، مثلا واحد محكوم عليه بمؤبد في قضيه اختلاس وخلاص هيتحبس، فيهرب فيروح امريكا، ففي امريكا يعني هتحصل له مشكله، فبالتالي هو محتاج حد يحميه في امريكا، فلا يجد الا طيارين في امريكا. خدت لي بال سيادتك؟ نعم. اما التيار البروتستانتي الصهيوني اللي هو موجود في جنوب كاليفورنيا واللي هو بيدعمه بالاموال والفضائيات، فيبدا ينتمي ليهم ويبدا يهاجم الاسلام مقابل وفاء سلطان. وفاء سلطان انا يعني نزلنا تحليل، وده القاعده اللي انا بقول لازم نفهم الواقع قبل ما ننزل الحكم الشرعي. وفاء سلطان كانت موظفه يعني خريجه الجامعه، ما لقتش شغل وسافرت لامريكا بتشتغل في محل بيتزا بسيط وبتستلف من الناس، وما كانتش لاقيه تعيش يعني لاقيه تاكل. وفجاه لما بعد احداث سبتمبر، والقصه كلها بدات بعد احداث سبتمبر، يعني ان خلاص اصبح هناك حرب كونيه على الاسلام،